الصوت والسلام على رسول الله. في هذا المثال الجميل جدا بيقول لك find the equation of the tangent line to the curve y equals line x plus e at the point اللي هي 0 هو 1. هتعمل ايه حضرتك؟ انت عاوز التانجنت اللي انت عاوز اللي هو ال equation of the tangent line. اوكي، يبقى اول حاجه هتجيب حضرتك اللي هو ال dy على dx اللي هو مين؟ اللي هو ال slope. هات ال dy على dx الداله اللي عندك، طبعا دي فيها اللين، يبقى 1 على x زائد مين؟ زائد e. لو في لين يبقى 1 على x زائد d في تفاضل اللي هو ال x الواحد بواحد. اوكي، يبقى انت جبت ال y على dx. عوض بقى بالبوينت اللي حضرتك اللي هي عندك 0 1، عوض بالبوينت اللي هي 0 1 هنا، يبقى انت عندك اللي هنا اما ال x عندك هنا بتساوي ايه؟ 0، يبقى 1 على 1 زائد e، يبقى 1 على 0 زائد e، يبقى 1 على e. ده اللي هو مين؟ ال dy على dx. طبعا انت عارف ال equation اللي هي بتقول لك هنا ايه؟ y ناقص y1 بيساوي m في x ناقص x ايه؟ 1. اوكي، نستخدم المعادلة ديت عشان تجيب الايه؟ ال equation بتاع حضرتك. اوكي، يبقى y ناقص y1 عندك ال y1 بكام حضرتك؟ ال y1 بواحد، يبقى y ناقص 1 بيساوي ال m اللي هو السلوب اللي هو ال dy على dx اللي هي المشقة الأولى اللي احنا طلعناها كام حضرتك؟ يبقى 1 على e مضروبة في مين حضرتك؟ في x ناقص x ايه؟ ناقص x1. ال x x1 اللي هي بكام؟ اللي هي بصفر، يبقى x ناقص 0. ابدأ كده ظبط المعادلة كده خلي شكلها حلو كده، يبقى y ناقص 1 equals 1 هيبقى هنا x على i أو على e سوري ناقص مين؟ ده طبعا بيروح بالصفر. ظبط المعادلة يبقى ال y equals x على e زائد مين؟ زائد ال 1. ممكن برضو نظبطها كمان، يبقى ال y بيساوي 1 على e x plus مين؟ plus a plus 1. طبعا الواحد على ايه اللي قدام الاكس ده اللي هو السلوب اللي هو الدي واي دي اكس، وده اللي هو الواي انترسبت. يبقى انت كده قدرت تكون ايه؟ المعادله بكل بساطه. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.